إلينا من حيفا أمير مخول، الباحث في مركز تقدم والمختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك أستاذ أمير على الشاشة الغد. حسب ما قاله السيد إسماعيل هنية بأن حماس أبدت مرونة في التفاوض، برأيك ما هي النقاط أو البنود التي يمكن لحماس أن تبدي مرونة فيها، وأيضا ما هي النقاط أو الخطوط الحمراء عند إسرائيل في هذه المباحثات؟ يعني حين تم الاتفاق أو الإدراك أن هذه الصفقة هي جزئية وليست شاملة ولا تشمل عمليا كل الأسرى والمعتقلين في غزة ولا تشمل نهاية الحرب، فهذه الإمكانيات واردة لمساومات معينة ممكنة أبدتها حماس، وفعلا أبدت مرونة بتقبلها لورقة باريس مع بعض التحفظات، ثم في اجتماع القاهرة، ثم في اجتماعات الدوحة. وأعتقد أنه هذه المرونة هناك إشكاليتان إسرائيل تفسرها على الأقل على الملأ أنه هذا ضعف، وهذا إثبات أنه إسرائيل تفرض سطوتها على حماس، وفي المقابل إسرائيل تكون محرجة أكثر بالذات حكومة نتنياهو ومن فيها من أنه حماس تبدي مرونة، لأنهم كانوا يتمنون أن يأتي الرفض من أن يكون مصدر الرفض فلسطيني وليس إسرائيلي في نهاية المطاف. إذا كل شخص أو كل طرف أستاذ أمير يريد أن لا يظهر بمظهر المتراجع أو الذي أو المهزوم، وبالتالي هل يمكن التوصل إلى نقطة ما يلتقي فيها الطرفان بحيث أنه كل شخص أو كل طرف عفوا يظهر بالصورة التي يريدها أمام أنصاره؟ يعني كانت هناك اتفاق، يعني ما رجح عن اتفاقية باريس في الورقة ورد حماس، وعمليا الموقف المصري والموقف القطري دفعوا باتجاه نوع من الصفقة المعقولة نسبيا، على الأقل هدف الأساسي هو ما تفضل به يعني بموضوع تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة والهلاك، وأيضا في صفقة معقولة من حيث الشروط، هي ليست فقط تبادل وإنما أيضا مفهوم المساعدات الإنسانية، مفهوم التواجد العسكري أو في هذه في مرحلة أو وقف إطلاق النار على الأقل في مرحلة الهدنة. لكن ما يلاحظ أنه حكومة نتنياهو تضع العقبة بعد العقبة، كأنها لديها بنك من العقبات، كل فترة حين يتم تجاوز عقبة معينة تأتي بعقبة جديدة. هذا يذكرني أستاذ أمير بما كنت قد كتبته أو ذكرته سابقا بأن نتنياهو معني بدوام المفاوضات أكثر مما هو معني بالتوصل إلى صفقة. صحيح، هذا ما يهم نتنياهو، لأنه نتنياهو دائما له عين على غزة وعلى الحرب وعين على ائتلافه الحاكم، لذلك هو معني بهذه المفاوضات. بالنسبة له أهم ما يملك الآن هو ائتلافه الحاكم، هذا مصدر شرعيته بالنسبة له ومصدر حكمه. نتنياهو لديه حساب مفتوح أيضا مع بايدن، ولا يريد أن يهديه الهدية وأنه ينجح بهذه السهولة أن يدعو إلى يوم الاثنين القادم، وأنه كأن الأمور ستسير وفقا لوتيرة بايدن. ولديه أيضا ائتلافه الحاكم الذي ليس متطرفا أكثر منه في نهاية المطاف في موضوع الصفقة، لكن ينطلق من أن الرأي العام الإسرائيلي يفضل استمرار الحرب بأغلبية كبيرة على عودة المحتجزين، وأيضا أن الائتلاف الحاكم يفضل بشبه إجماع أو بإجماع عمليا استمرار الحرب، ولا يوجد عمليا معارضة جدية لهذا الموقف ولا يوجد خطط معارضة. يعني بالآخر أستاذ أمير، هل سيكون هناك هدنة؟ يعني هذا لا يمكن الركون إلى ما يجري الآن بأنه الكلمة الأخيرة، أعتقد قد تكون هناك إمكانيات أخرى، قد تدخل الأمور في داخل شهر رمضان وعدم إعلان هدنة، وقد يكون هناك هدنة من طرف واحد من إسرائيل، تخفيف الحدة الحرب في رمضان من أجل الكسب الدولي، لكنها ستستمر بالحرب. هل ستكون هدنة؟ هذا ليس نهائيا بعد، وأعتقد فقط إذا اضطرت إسرائيل إلى ذلك، ولا يبدو أن الضغط الأمريكي كافي في هذه المرحلة إلى فرض هدنة على إسرائيل، الطرف الفلسطيني أكثر انفتاحا لها.
طيب السيد إسماعيل هنية دعا إلى شد الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول من عند اليوم الأول من رمضان، كيف ستكون ارتدادات مثل هذه الدعوة إذا ما نفذت؟ هل ستلبى هذه الدعوة انعكاساتها على الهدنة إذا ما كانت قد تم التوصل إليها؟ يعني حقيقة العدوان هو ليس فقط على غزة، العدوان على كل الشعب الفلسطيني في كل مكان، في غزة، في القدس، في الضفة، وفي الداخل في 48، وهو عمليا هناك هجمة رهيبة يعني في منع التحرك، في منع في فرض الأوامر الطوارئ وأوامر إدارية، في الترهيب والترويع للناس في كل مكان. هذا يناط بالقرار الحكومي الأخير، كيف ستكون أمور القرار الحكومي النهائي بصدرة الأقصى. أعتقد ما قيل اليوم أن المجلس الوزاري صادر صلاحيات بن كفير، هذا ليس القول الفصل وليس الكلمة الأخيرة، لأن بن كفير اليوم هو الوزير الأكثر أثراً بداخل الحكومة، هو الذي يتحكم بجهاز الشرطة، وهو الذي كان دائماً يتبع عملياً تقديرات الشباك، جهاز الأمن العام والجيش، والآن أصبح في مواجهتهم. وعمليا تم إحداث شرخ حتى فيما يسمى المنظومة الحاكمة والدولة العميقة بشكل كبير جدا، لذلك الأمور مفتوحة لحد الآن، الناس ترغب أن تذهب إلى الأقصى المبارك وتؤدي الصلاة بالذات في شهر رمضان، لكن هذا منوط كيف سيتعامل الاحتلال. هل سيكون ربما هناك دور أكبر لفلسطيني الداخل خلال الفترة القادمة يعني بالمقارنة مع السنوات السابقة؟ مع 2021 مثلا كان هناك دور كبير لفلسطيني الداخل، اليوم لم نشهد، أو في هذه الحرب لم نشهد هذا الدور، هل هناك تفسير؟ لا، فلسطيني الداخل يتعرضون إلى حملة رهيبة من الترهيب والمضايقات والملاحقات والمطاردات، يعني مئات الذين حكموا أو اعتقلوا لحد الآن بسبب تصريحات تغريدات في الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، المئات من الطلاب الجامعيين طردوا من الجامعات بسبب أنه نشروا بوست معين أو تغريدة معينة قبل سنوات واتهمون أنه دعماً للإرهاب، محاضري الجامعات العمال يطردون، الملاحقات البوليسية يومياً لا تنتهي ولا تتوقف، والعقوبات الجماعية والفردية، منع التظاهر مثلاً أصبح بشكل دائم، ما كان لا ينبغي أن يكون بحاجة إلى تصريح رسمي من الشرطة أصبح بحاجة إلى أن يذهب فيه الناس إلى المحكمة العليا ولا يحظون بأي مساعدة قانونية. وفي نهاية المطاف الفلسطينيين داخل محاصرين كما لم يكونوا يوما، فقط قد يكونوا محاصرين بهذا الشكل في أيام الحكم العسكري في سنوات 50 وبداية سنوات 60، لكن اليوم حرية الحركة والتحرك والصلاة تعتبر إرهاب، لأن إسرائيل عمليا قامت بعملية تجريم أو شيطنة لشهر رمضان المبارك ومنذ سنوات وليس جديدا، وكل مسعى إلى الذهاب إلى القدس سوف يكون يلاقي الشرطة الإسرائيلية وسوف يلاقي العصابات الدموية الإرهابية من عناصر الصهيونية الدينية. طيب أخيرا، هل من ضمانات تتضمنها ربما هذه الصفقة بعدم إلقاء القبض وأسر الفلسطينيين الذين تم خروجهم من خلال هذه الصفقة، من لا يتكرر هذا السلوك الإسرائيلي؟ أي الضمانات ستكون؟ أعتقد من التجارب السابقة من صفقة وفاء الأحرار في 2012 وما سبقها، إن هذا الموضوع يخضع بنهاية المطاف للاعتبارات الإسرائيلية، قد يتم اغتيال، قد يتم ملاحقة، قد يتم إعادة اعتقال، وأعتقد أي الضمانات لن تكون ضامنة لأي شيء من ما يكتب فيها. شكرا جزيلا لك من حيفا أمير مخول، الباحث في مركز تقدم والمختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.